قال مصدران أمنيان عراقيان إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة عراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا، ويعد هذا أول هجوم على القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير الماضي، عندما أوقفت الجماعات المسلحة العراقية هجماتها على الجنود الأمريكيين. إلى ذلك نفى مسؤول أمريكي وقوع أي إصابات جراء القصف.